ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ആ മന്ത്രി സമാഹത്തിൽ ഇമാം മുഹമ്മദ് അൽ ഖസ്റജി അവരുടെ മകൻ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഖസ്റജി അവരുകളാണ് ഇപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി ഉസ്താദ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതേവരെ ഈ മുടി ഉസ്താദ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറാത്തതെന്നും ഇപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുമതി സ്വപ്നത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മുടി നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതെന്നും നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവരോട് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അവർ പറയുമ്പോൾ ഞാനും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الا السلام عليكم تتجلى في هذا المجلس وهذا الجمع الكثير والجمع العظيم بشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وفيه بشائر الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إن الخير فيك وفي أمتك إلى يوم القيامة وها أنا أقرأ لكم هذه البشارة العظيمة نيابة عن خادم الآثار سماحة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد آل هلال الخزرجي أمير الأنصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الملك ذي الجلال والإكرام ذي المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه يا ذا العزة والجلال يا جاعل الظلمات والنور والأزمنة والدهور يا باقي بلا زوال يا غني بلا مثال يا قدوس يا طاهر يا علي يا قاهر يا من لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صل اللهم وسلم على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم رسلك وأنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر عند الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الصادع بالحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل عليهما السلام المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وآله المطهرين وأصحابه المكرمين وسلم تسليما وبعد فهذا سند مني أنا الواضع صحيحي في ختامه ومقيد اسمي هنا لبيانه وإعلانه الدكتور الشيخ أحمد بن الجهبذ النحرير عماد المحققين وفقيه المسلمين مفتي المذهبين العالم الجليل سيدي الشيخ محمد بن سيدي الورع المدقق العلامة الشيخ أحمد ابن الإمام العالم العامل سيدي حسن ابن العلامة الجليل سيدي الشيخ محمد ابن العالم الجليل سيدي الشيخ علي ابن العلامة الجليل سيدي الشيخ محمد ابن العالم العلامة ناشر العلوم في الجزر والصحاري سيدي أحمد ابن ذي الرئاستين العالم الورع الولي الصالح سيدي ومولاي عبد الله الملقب بنور الدين ابن الإمام العالم المهاجر في سبيل الله تعالى سيدي أحمد
ابن الآمر بالخيرات سيدي هلال، ابن سيدي عبد الله ابن سيدي هلال، ابن الجليل سيدي عبد الله ابن الجليل سيدي هلال، ابن سيدي عبد الرحمن ابن سيدي الشيخ الجليل سعيد، ابن سيدي ومولاي هلال، ابن سيدي الجليل سعيد، ابن الشيخ الهمام سيف، ابن الإمام عبد الرحمن الكبير، ابن الإمام حسن، ابن العلامة الإمام الحافظ شيخ الأنصار محمد، ابن الإمام العلامة إسحاق، ابن الجليل سيدي إبراهيم، ابن سيدي أفلح، ابن سيدي رافع، ابن سيدي إبراهيم، ابن سيدي أفلح، ابن سيدي الجليل عبد الرحمن الأكبر، ابن التابعي الجليل عبيد، ابن سيدنا رفاعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان وبدر وأحد وما بعد ذلك من المشاهد كلها، ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رافع ابن مالك بن العجلان الزرقي، أول من أسلم من الأنصار، أحد الستة وأحد الاثنى عشر وأحد السبعين من أهل بيعة العقبة الأولى والثانية، الذي اختاره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نقيبا من نقباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعن ذرياتهم أجمعين. وبه أشهد أني نقلت إلى فضيلة العالم العامل الشيخ الجليل أبو بكر بن أحمد المصليات أمانة وحفظ وصيانة وخدمة أثر عظيم لسيد الأنبياء والمرسلين من الآثار التي شرفني الله عز وجل بانتقالها إلي بأسانيدها الصحيحة المتواترة المتصلة إلى الحضرة الطاهرة النبوية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصفته شعرة شريفة من شعر الرأس الشريف بصفة دائمة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعم النفع به على المسلمين والبركة على المؤمنين بموجب عقد انتقال الأمانة الموثق، وذلك بتاريخ 5 صفر 1432 هجرية الموافق 9 كانون الثاني 2011 ميلادية، المشهود عليه من قبل الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي والشيخ ذياب بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي والشيخ منصور بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي والشيخ فارس بن الشيخ أحمد آل هلال الخزرجي وفضيلة العالم المحقق الشيخ بسام محمد بارود وفضيلة الشريف السيد بن محمد قاضي التنواجيوي المعتمد منا، وأوصي المنقول إليه بالحرص الشديد عليه وأن يقدمه على النفس والبنين والذرية وأن يحفظه ويصونه ويحرسه، والله يشهد عليه ويراه، وإني أبرأ إلى المولى عز وجل المنتقم الجبار مما عدا ذلك. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، والله خير الشاهدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم المكرمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠർ തിരുറസൂലിന്റെ അനുഗ്രഹം പെയ്തിറങ്ങിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. വിശ്വാസികളുടെ നായകനാൽ സമ്മേളന സദസ്സ് അനുഗ്രഹീത ധന്യമായ മുഹൂർത്തം. തിരുശേഷിപ്പിന്റെ ചരിത്രാടയാളങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച കേരളീയ സമൂഹത്തിന് തിരുജീവിതത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് പ്രാമാണികമായി കൈയേന്താനും അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനിർവചനീയ അനുഭൂതിയിൽ ആത്മനിർവൃതിയടയാനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട്
തിരുനബി സ്നേഹത്തിന്റെ അലൗകിക വിധാനത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിച്ച പ്രവാചക പ്രേമി ശൈഖുന കാന്തപുരത്തിന്, തിരുനബിയുടെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച സുവർണ നിമിഷത്തിന് 33-ാം വാർഷിക സമ്മേളന സദസ് സാക്ഷിയായി. തിരുനബിയുടെ തിരുകേശം കാന്തപുരത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ദുബായ് ഔഖാഫ് ഹെറിറ്റേജ് മേധാവി ഷെയ്ഖ് ഖസ്രജി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കാന്തപുരവും മർക്കസും ഒരിക്കൽ കൂടി ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി. ആത്മീയ സാഫല്യത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക്, പ്രവാചകാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രകാശപ്പൊലിമയിലേക്ക്, തിരുശേഷിപ്പിന്റെ ബറക്കത്തിലേക്ക്. ആ നിമിഷം സമുദ്രസമാനരായ സദസ്സ് ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിറസാഫല്യത്തെ നെഞ്ചേറ്റി ഒരുമിച്ചു പാടി. ഉസ്താദ് അവർ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ്. شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلو للعابد الحميم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأضلال.